هي راح تكون يعني قصيرة، راح نحكي عن ال pathology report and how you as a doctor interpretate this pathology report. يعني من يجيك pathology report سواء انت يعني طبيب او اي احد your relative يراويك pathology report، المفروض انت تعرف تقرأ وتستفاد، يعني تعرف شلون تطلع المعلومات، تعرف اذا هذا الريبورت كامل او لا، شنو النقص اللي بيه. اذا انت انكولوجيست صرت انكولوجيست راح تستفاد من هذا الباثولوجي ريبورت. يعني حقيقه الباثولوجي ريبورت بيه هوايه معلومات المفروض يعني فولفلد، يعني المفروض هذه المعلومات تملى او يعني يكملها الباثولوجيست، لانه كل معلومه من عندها لها علاقه بال يعني بالبيشنت تريتمنت مينلي اند بيشنت بروجنوسيس. يعني هو مو بس مجرد انه يقول لك الباثولوجي ريبورت ذيس از ا مالجننت اور نوت او التايب اوف مالجننسي، لا بيه هوايه شغلات راح نتطرق لها بهذه المحاضره. Our objective for this lecture is about definition of pathology report, a few words in the introduction, items of pathology report, and we have examples of pathology report and clinical significance of the report items. Start with what is the pathology report? Is a document that contain the diagnosis determined by the examining cells and tissue under the microscope. So هو document، هو يعتبر وثيقة، يعني أنت من تطيها وتوقع عليها، هذه يعني أنه هذه في الدوكيمنت أنت تتحمل المسؤولية مالتها من الألف إلى الياء. So يحويلنا على ال diagnosis of the sample by examination under the microscope. This is created by the doctor. مو أي واحد يكتب pathology report، يعني جماعة العلوم أو حتى الطبيب العادي ما يقدر يكتب pathology report، لازم pathologist هو اللي يكتب pathology report، اللي هو doctor who does this examination and write the pathology report. زين، ويعني أنت يعني هسه حاليا مثلا احنا يعني انا ما اكتب باثولوجي ريبورت اذا ما اشوف السلايد بعيني. اذا ما اشوف السلايد بعيني حتى لو فشي سمبل، حتى لو فشي بناين كومبليتلي بناين، اذا ما اشوفه بعيني وافحصه مستحيل اكتب دوكيمنت او باثولوجي ريبورت، مستحيل. فاذا لازم وي شود اكزامين ذا تيشو، وي شود ميك ا فول اكزامينيشن اند ذن نكتب الباثولوجي، لان هو مو فد وصفه او فد شيء، هذا فد وثيقه راح تعتبر يعني يعني قد تستخدم ضدك يعني بالمستقبل، يعني لا سامح الله. فانت يو شود بي فيري كوشيس لما تكتب الباثولوجي ريبورت. اي تشير يعني خصوصا باليونايتد ستيت شافوا انه there is 82 مليون surgical pathology and cytology report were issued in issued in United States during 2007. هذا الريبورت قسم من عندها مس اندرستود باي ريدرز، يعني مبهمه او غير واضحه. ف recent attention has focused on standardization the content of the pathology report. يعني pathology report لازم يكون بنقاط ستاندرد، يعني من ينكتب pathology report بالعراق لازم اللي الدكتور اللي مثلا موجود ب other country like مثلا USA لازم يعرف او يفهم، من يقرا هذا الريبورت يفهم شنو مكتوب بيه. يعني يكون الباثولوجي ريبورت على الاقل يعني بي عده نقاط ستاندرايزد، يعني بكل دول العالم من يكتب بي اي بي سي دي، لازم هاي النقاط مذكوره بكل باثولوجي ريبورت، خصوصا المالجنسيز الكومن مالجنسيز مثل عندنا سي اي بريست، سي اي لانج، سي اي ثايرويد. هذين المالجنسيز هذين خلونهم فد فورمه او تشيك ليست خاصه لهم حتى شنو تصير شيء ثابت بكل دول العالم. فلذلك شافوا انه بيصير له عدد الهائل من هذه. فور اكزامبل ان ايرلي 1990 سووا من اجل يعني يوحدون او يسوون ستاندرايزيشن للباثولوجي ريبورت. A number of professional societies began issuing recommendations variously called guidelines. يعني احنا عندنا مثلا هسه Royal College guidelines، عندنا الـ College of American Pathologists او الكاب
هي هسه هذه اكثر شيء اللي يستخدموها، ولو شويه معقده يعني الرويال كولج اسهل. الكاب هذا الجايد لاين نستخدمه حتى نكتب الـ يعني الباثولوجي ريبورت، بروتوكول تمبلت قوالب خلوا براكتس باراميترز او تشيك ليست، لان بداوا يستخدموهن يخلوهن حتى شنو انت من تجي كباثولوجيست تشوف هاي تشيك ليست اللي يمك، فتحت مثلا طلع عندك الكيس كارسينوما اوف ذا بريست، طلعت التشيك ليست مالت الكارسينوما اوف ذا بريست، شفت شنو انت شنو ناقص عندك بالباثولوجي ريبورت، على هاي التشيك ليست انت تكمل الباثولوجي ريبورت مالتك. So هذني checklist specifying a minimum set of data element that should be included in the pathology reports for particular tissue type or pathological diagnosis اللي هي إحنا نحتاجها بال pathological diagnosis. In 2004, the American College of Surgeon Commission on Cancer required as a condition of cancer program accreditation that surgical pathology cancer report conform to the College of American Pathologists Cancer Reporting Control الكاب. يعني الامريكان كولج اوف سيرجن كوميشن حتى تعطيك اكريديشن لازم انت الباثولوجي ريبورت مالتك مكتوب وفقا للكاب، اذروايز ما راح تعطيك اي اكريديشن لهذا يعني للسيرجيكال باثولوجيست. فلازم انت هسه عندنا المين تو جايد لاينز فور باثولوجي ريبورت، عندنا الرويال كولج وعندنا الكاب بروتوكولز، واكثر شيء دا يستخدمون الكاب بروتوكولز. ليش قلنا عندنا صار يعني توجهوا باتجاه الستاندرايزيشن اوف باثولوجي ريبورت؟ ليش رادوا يوحدون الباثولوجي ريبورت؟ لانه شافوا انه several multi institutional studies of pathology reports have demonstrated a covert gap ما بين الداتا elements recommended for inclusion in the report والelement actually included. يعني مثلا اني جماعه مثلا CA breast اريد من عنده مثلا فد 20 معلومه بهذا الريبورت، من اجي اقرا الريبورت فعلا اشوف only 10 of out of these 20 are full form. لذلك for example شافوا سووا review for 7300 pathology biopsy report in on mammography detected breast lesion in 62 only 62 من هاي الريبورت مسوي correlation ما بين الماموغرافيك abnormality والميكروسكوبيكال findings. يعني هم 7300 pathology report وكلهم ذولي البيشنت مسوين ماموغرافي 62% من عندهم فقط مسوين correlation ما بين الماموغرافي وبين الميكروسكوبيكال findings. ليش؟ لانه انت بالماموغرافي او بالباثولوجي ريبورت you should mention انت هذا during your examination وين شفت الماس in which quadrant of the breast you should mention it in your gross examination and only 92% of malignant cases نفس هاي الستدي شافوا انه المارجن status was reported. يعني المارجن status of the breast carcinoma was reported وهذا طبعا fatal mistake انه انت تجيك case mastectomy or surgical excision breast conserving surgery مسوي للpatient وماس وما تحكي على السيرجيكال مارجن. حقيقة 92% يعني 8% من الكيسز من الكيسات ما ذاكرين وما متطرقين للسيرجيكال مارجن. وشوفوا 77% ريبورت سبيسيفايد ذا ليجن اوف ذا سايز، وهذا طبعا ايضا فيتال ميستيك لانه السايز مالت التيومر راح يحدد لك بعدين الستيج اوف ذا تيومر، والستيج اوف ذا تيومر حتحدد لك بعدين التايب اوف تريتمنت اللي تعطيها. So هذه هي الأشياء اللي يعني شافوها مفقودة، لذلك حاولوا إنه يسوون standardization للباثولوجي ريبورت خصوصا للcommon malignancy. الcommon malignancy. So what are the information in pathology report usually include? أول شيء نجي على الpatient data اللي هي patient information، لازم الاسم، البيرث ديت أو العمر، البايوبسي ديت شو وقت انت استلمت سووا له بايوبسي وشو وقت انت استلمته. يعني مرات احنا مثلا المريض مسوي البايوبسي يوم 4 يسلمه لللاب يوم 6، اكو 2 دايز جاب، خلال هاي ال 2 دايز احتمال هو البايوبسي ما محفوظ بالفورمالين، فانت انت من تستلمه تقول اني هو البايوبسي يوم 4 بس سلمه الي يوم 6
and it was unfixed in formalin. هاي انت شنو to prevent او يعني حتى شنو تحمي نفسك انه انت عندك 2 days قام احتمال تلف البايوبسي والسبب مو من عندك، تاخير يجوز من المستشفى او تاخير من البيشنت نفسه مثلا لما البايوبسي. الجروس ديسكريبشن ايضا ها طبعا البروسيجر اللي نوع البروسيجر شو مسوي له، مسوي له مثلا يعني مثلا اذا هي بريست ماس مسوي لها ترو كات بايوبسي، مسوي لها اكسجينال بايوبسي، مسوي لها ماستكتومي، هاي البروسيجرز لازم مسوي لها فاكيوم بايوبسي، فكل هذه لازم should be mentioned in the patient information. الجروس ديسكريبشن من تجيك يجيك البايوبسي لازم تعرف شنو النوع مالت البايوبسي، اللي تبدي توصف الجروس اللي شنو اللي تشوفه بعينك، الكلر، الويت، السايز اوف ذا تيشو as seen by the naked eye. بعدين تسوي له جروس دايسكشن، قطع على البايوبسي and you make it a slide you make slide and under the microscopical examination you look for the diagnosis and يعني كل واحد والاكسبيرينس مالته تعطي النوتس مالتك عن المايكروسكوبيكال ديسكريبشن اند ذن ان ذا دايجنوستس ايش تكتب؟ مو بس تكتب له go ahead this is an invasive ductal carcinoma of the breast وتسكت، لا تكتب التايب مالت التيومر او الكانسر اذا عندك. More information اللي هي قد تفيد بالفيردر تريتمنت like the grade of this type of a tumor اذا هو كانسر which grade grade 1 grade 2 grade 3 او مرات مثلا عندنا الساركوما high grade low grade هيك، فهذه لازم تعطي grading of the tumor. Lymphovascular invasion this is very very important يفيدك بالبروجنوسيس اوف ذا بيشنت، يعني بيشنت تتوقع عنده lymphovascular invasion هذا راح يصير عنده recurrence، احتمال من تقول له عنده lymphovascular invasion الانكولوجيست يبدي ويا نيو adjuvant chemotherapy قبل لا يكمل يعني يحوله الى سيرجري، يعني يعطيه فتش كم دوز نيو adjuvant حتى يقلل الشانس اوف spread. Perineural invasion also this is a very important in the prognostic factor. Margin invasion, lymph node infiltration وهاي أكيد يعني هذه لازم تعرف إذا أكو lymph node invasion or not or infiltration وال number of these lymph nodes involved حتى يعني هذا حتفيدك بال staging of the tumor and further on effect on the treatment. Other test اللي هي ancillary test اللي حكيت لكم عليها بالبداية قد تحتاج immune histochemical study to confirm your diagnosis أو قد تحتاج molecular diagnostic and cytogenetic studies also to help you in the diagnosis. هاي كلها تكتبها فقرة diagnosis and بعدين the pathologist signature والname والaddress of the laboratory هذه تنكتب تنذكر بالbottom of the report ينكتب بها هذه المعلومات. So هاي simply المعلومات. إذا نجي على examples أو for template بسيط لل pathology report هنا ال patient name هنا ال physician data patient طبعا هنا أنا كل المعلومات اللي حكيناها ال age ال sex ال number of أو date of received يعني وال reported date أنت شو وقت كتبت هذا، تجي هنا نوع البروسيجر شو مسوي العملية right hemicolectomy سيجمويدكتومي توتال كولكتومي ماستكتومي موديفاي ماستكتومي وهكذا. ايش كاتب لك السيرجن بالمعلومات بالريكوست بيبر لازم يعني اذا ما موجوده او ما لازم انت يعني تسال عن هالمريض او تكمل المعلومات في حال انه هذه معلومات ما موجوده. نجي على الجروس اكزامينيشن اند ذن مايكروسكوبيكال اكزامينيشن اند ذا دايجنوستس اند هنا هي السيجنتشر. هذا example of pathology report عن الكارسينوما of the rectum. هنا الـ specimen body عندنا terminal ileum ماخذينه من terminal ileum cecum appendix and ascending colon. هذا الـ specimen كله. هذه left hemicolectomy. الـ procedure sorry right hemicolectomy. الـ procedure right hemicolectomy. Other organs involved ما ماخذين ما ماخذين أي organs receive ويا just هاي organs. Site cecum مالت التيومر under gross examination من فتحها شاف التيومر بالسيكم ايش قد السايز مالته؟ هل قد 8.5 في 4.9 macroscopical
تيومر بيرفوريشن ما موجود، هاي كلها تشيك ليست احنا كباثولوجيست بس نجي نمليها، بس نجي نمليها. شوفوا هنا حاكينا على المارجن الميزنتريك انفولد باي انفيزيف كارسينوما، البروكسيمال مارجن ان انفولد، والديستال مارجن ان انفولد، بس هنا عندنا جهه الميزنتري هي الانفولد. التريتمنت افكت نو براير تريتمنت، لانه مرات يعطي خصوصا اذا عندنا كارسينوما اوف ذا ريكتم يبدون نيو ادجوفنت كيموثيرابي قبل لا يسوون اي بي ريسكشن للتيومر. فهنا احنا هنا بالباثولوجيكال ريبورت نشوف، لان مرات هو صحيح التيومر بس بسبب ما اخذ نيو ادجوفنت كيموثيرابي ما تلقى التيومر منتهي يعني رايح، فتكتب انه كومبليت باثولوجيكال ريسبونس او بارشال باثولوجيكال ريسبونس اذا اكو ريزيجوال تيومر. شوف الليمفو فاسكولار انفيجن ايش قد امبورتنت، is important and it is very important to mention it. Perineural invasion not identify. بعدين نكمل على الستيجنج مالت التيومر. هنا نشوف هذا الريبورت اللي هو ان اكسبتبل باثولوجيكال ريبورت. الكولون بس كاتب هايت هيموكولكتومي انفيزيف ادينوكارسينوما انفولفينج ذا ماسكولاريس بروبريا all margins negative, no lymphatic invasion, no metastatic. This is not acceptable as a synoptic style reporting. مو كل الإلمنت موجودة اللي يحتاجها الأنكولوجيست موجودة بالريبورت. This is also a good pathological report for carcinoma of the prostate. طبعا carcinoma of the prostate reports مالتها outside they are very cautious in dealing with the pathological report of the prostate لأنه هواي يسوي مشاكل. فهنا حاكي لك على التايب بروستاتكتومي، هنا ماخذين مو كور نيدل بايوبسي، هنا يوزنوها احنا البروستاتيك البروستاتيك بايوبسي المفروض نوزنه، السايز مالته، الجريد شنو التايب مالته، ادينوكارسينوما. هنا حاكي على الجريد جليسن، عندنا سبيشال جريدنج سيستم فور بروستاتيك كارسينوما اذا سامعين بي هو الجليسن جريدنج نستخدمه، يوصل مثلا الى جليسن توتال جليسن سكور 7. الكوانتيتيشن شقد كميته هذا التيومر، شقد كميته من البروستاتيك جلاند، نسوي تقريبا 15% من البروستاتيك جلاند. واخر شيء حاكي على الليمفو فاسكولار انفيجن، حاكي على المارجن نيجاتيف، السيمينال فيزيكال انفيجن ما موجوده. اوكي اند باثولوجيكال ستيجنج اللي هو فيري امبورتنت تو منشن ان افري case of malignancy. And we have breast also, this is an example of invasive ductal carcinoma. Tumor size, عندنا two tumor, عندنا 2.1 centimeter و 3.5 in situ component. هاي لازم يعني الغالبية ما يسووها، ايش قد كمية الانفيزيف كومبوننت عندك وايش قد كمية الان سايتو، هاي نحسبها under the microscope. هاي هنا location upper outer quadrant حتى تسوي له correlation ويا الماموغرافي، يعني ابو الماموغرافي ده يقول لك lower outer quadrant انت من فحصت لا التيومر بالابر اوتر كوادرنت، يعني احتمال انت يومس ذا lower outer quadrant tumor and so on. So you should correlate your يعني pathological data with the radiological data. هنا حاكي على المارجن involved by in situ carcinoma lateral margin هذه very important. Now free of invasive carcinoma by 1 cm بس انه involved by in situ carcinoma. هنا أنا هذا معناتها راح يرجع السيرجن بدي اقول له involved by in situ راح يرجع يسوي ري اكسجين يفتح وينظف، لانه هاي الان situ carcinoma هي حقيقه مالتي فوكال. فمن اقول له involved by in situ carcinoma معناتها راح واللاترال مارجن راح يرجع ويسوي يعني ري اكسجين يفتح ال المارجن سوى له ري اكسجين. هنا انا الجريدنج نعتمد هنا أنا على النوتنغهام جريدنج، الانجيو ليمفاتيك انفيجن ما موجود، السايتو كومبوننت موجود ونوعها، النيبل انفولفمنت، السكن انفولفمنت. شوف هي تشيك ليست وانت بس تكتب ابسنت اور بريزنت، ابسنت اور بريزنت. فهذه التشيك ليست اذا يعني السيرجن او الانكولوجيست ما يهتم هواية بالdescription this is a pleomorphic cells أو a prominent nucleoli أو السيتوبلازم إيوزينوفيك. حقيقة هاي الشغلات ما تهمهم مثل ما تهمهم هاي الأشياء. يعني أنا من أسوي له أكتب له هاي النقاط حتى لو ضمنيا من ضمن الوسط مالتي، مو على هيك أسوي لها تشيك ليست، بس المهم أوفيها
فهاي اللي تهمه، او هي هاي اللي تفيدهم بال كانكولوجيست او كسيرجن يعني بالفيرذر تريتمنت. ما تهمه انه مثلا النيوكليولاي بروميننت او ريد نيوكليولاي او ابنورمال مايتوسيس. ذلك مرات انا بالريبورت كلش يعني اقتضب احاول اخلي المعلومات اركزها بالكونكلوجن اوف ذا، خصوصا في حالات المالجنسي. So what are the important point for oncologist اللي استفاد من عندها بالباثولوجيكال ريبورت؟ اول شيء بالجروس ديسكريبشن فيري امبورتنت، لان انا راح احكي على التيومر سايز. التيومر سايز فور اكزامبل اذا بريست كانسر والماس اكثر من 1 سي ام، هذا البيشنت لازم يستفاد او راح يستفاد من الكيموثيرابي. لكن اذا اقل من 1 سي ام احتمال جاست هرمونال ثيرابي ما يعطوا كيموثيرابي. الكبسول خصوصا ان سم اوفيريان تيومرز اذا رابتشرد الكبسول مال اوفيريان تيومر سبريد تو ذا بيريتونيوم، هذا البيشنت يعني عنده باد بروجنوستيك فاكتور. النمبر اوف ماسز المالتي فوكاليتي والمالتي سنتريسيتي هذه تاثر ايضا على التايب اوف تريتمنت اوف ذا بيشنت. من اكتب نيكروسيس ذير از بريزنس اوف نيكروتيك فوساي، معناتها هذا التيومر اجريسيف تيومر، ماصل مرحله النيكروسيس يعني هذا هي جرو بيوند اتس بلاد سبلاي، يعني هذا aggressive tumor and associated or having a rapid growth. The number of lymph nodes it is very important لأنه تأثر على يعني خصوصا بالbreast carcinoma بالcolonic cancer وتأثر على the further treatment decision. عشان الأشياء المهمة اللي للoncologist اللي هي microscopic description. بالمايكروسكوبك ديسكريبشن راح اكتب له تايب اوف ذا تيومر، يعني مثلا اذا كتبت له الانفيزيف لوبيولار كارسينوما يحط تشانس انه البايلاتراليتي هذا هنا بهذا اللوبيولار كارسينوما اكثر من الانفيزيف داكتال كارسينوما. مثلا اذا كتبنا له انفيزيف داكتال كارسينوما ود مادلري فيتشرز، قبل كانوا يصيحوا لها مادلري كارسينوما، هذه المادلري كارسينوما اسوشيتد وذ ا جود بروجنوسيس اذا تقارنها ويا الانفيزيف لوبولار او الانفيزيف داكتال، فيعني البيشنت هذا هاف ا جود بروجنوسيس. الشيب ما سيلز مثلا الليمفوما من لارج سيلز هاي فور مي، يعني انا تفيدني الشيب ما سيل اكتب له لارج سيل ليمفوما ديفيوز لارج بي سيل ليمفوما، او مرات سمول سيل ليمفوسيتيك ليمفوما، كل وحده التريتمنت مالتها شكل وكل وحده البروجنوسيس مالتها شكل. اذا عندي مجموعه من التيومرز انصح لها سمول راوند بلو تيومر. سمول راوند بلو تيومر هاي مجموعه من التيومرز يعني تشمل لنا الرابدومايوساركوما، تشمل لنا الليمفوما، تشمل لنا سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، تشمل لنا النيورو اندوكراين تيومرز، تشمل لنا النيوروبلاستوما، هاي كلها تشمل لنا ايضا سوري قلتها سمول ليمفوسيتيك، هذه كلها نصيح لها سمول راوند بلو تيومر. فهاي نحتاج انه نسوي ديفرنشيشن، يعني نحكي يعني وي شود ميك ات، يعني نسوي لان كل وحده التريتمنت مالتها يختلف عن الثانيه، يعني ابو الليمفوما يختلف عن الرابدومايوساركوما وهكذا. بس هي هذه تحتاج فيرذر انفستيجيشنز لايك اميون هيستوكيمستري حتى نفرق هذه الليمفوما او النيوروبلاستوما. هن كلهم من نشوفهم اندر ذا مايكروسكوب small round blue cells small round الاوينج ساركوما ايضا تدخل من ضمنها. فده تشوفون شلون يعني مجموعه لا باس بها من التيومرز. عندنا signaling tumor of the stomach this is associated with a poor prognosis. هذا الخلايا ما تصير شلون الخاتم سحنا signaling tumor اللي هي poor associated with a poor prognosis. تجيك ال diffuse الاستومك تحسها اكو في الترم اسمه لاينيتس بلاستيكا. شلون ال الجلد يعني القربه مالت الجلد هذه صح، لانه التيومر مسوي diffusion لكل الوول مالت الاستومك. الارينجمنت مالت السيل الليمفوما مرات الارينجمنت مالتها ديفيوز او عندنا فد تايب اسمه follicular lymphoma. follicular lymphoma the prognosis of follicular lymphoma is better than that of diffuse lymphoma. the background بالهوجكن لينفوما مثلا عندي الباكجراوند هي المالجنس سيلز هي ريد ستيرنبرغ سيل اللي هي الار اس سيل مثل ما تعرفون، لكن الخلفيه مالتها او الهاي الار اس سيل وين
يعني باك جراوند اوف ليمفوسايت، مثلا اذا زايد عندنا الليمفوسايت نصيح للليمفوسيتيك بريدومينانت هوجكن ليمفوما، اذا الباك جراوند بي ميكس سيلز اصيح له ميكس سيلولاريتي، ميكس سيلولاريتي هوجكن ليمفوما. بس لحظه، اوكي سو الباك جراوند اولسو از فيري امبورتنت ان ديتيرمايننج ذا تايب. يعني مثلا الليمفوسيتيك بريدومينانت هوجكن ليمفوما يعني البروجنوسيس مالتها بيتر ذان ليمفوسيتيك ديبليتد هوجكن ليمفوما. زين النودولار سكليروسيس هوجكن ليمفوما البروجنوسيس مالتها بيتر ذان the lymphocytic predominant، وهكذا. فالباك جراوند اوف هن كلهن المالجنان سيلز هي الار اس سيل، بس هذه الار اس سيل الخلفيه مالتها وين قاعده راح تحدد لنا التايب مالت او السب تايب مالت الهوجكن ليمفوما. الجريد هي فيري امبورتنت يو شود منشن من البريست اللي هو بالبريست كانسر، مثلا اقول له هذا جريد 1 جريد 2 جريد 3. This is very important a prognostic factor and guide the treatment decision، خصوصا إذا جريد 3 يحتاج احتمال نيو ادجوفنت كيموثيرابي أو فور ادجوفنت كيموثيرابي إذا لو جريد، وهكذا. السوفت تيشو ساركوما تحتاج الهاي جريد تحتاج كيموثيرابي، وايل لو جريد ات كان يو كان ديل وذ ات باي راديوثيرابي اونلي باي اونلي باي راديوثيرابي، ما يحتاج كيموثيرابي. بس الهاي جريد ات كود نيد يعني تحتاج ادجوفنت كيموثيرابي، وهكذا. يعني باقي التيومرز. الليمفو فاسكولار انفيجن ايضا is very important a prognostic factor in breast carcinoma and guide for further treatment decision. further treatment يعني هذا البيشنت عنده الليمفو فاسكولار انفيجن، ولازم انت تذكر how many lymph يعني blood vessels are involved، فهذا يحتاج for يعني يقرر لك التريتمنت in the future. البيرينيورال انفيجن ات از ريسك فاكتور ان هيد اند نيك سكويموس سيل كارسينوما، ما يصير عنده ليكانس، اند اولسو جايد ذا يوز اوف ادجوفنت راديوثيرابي، نستخدم يعني الراديوثيرابي. المارجن ستاتس فيري فيري امبورتنت ان افري كارسينوما يو شود منشن ذا مارجن ستاتس، يعني شنو الحافه اللي السيرجن كات او فصل التيومر عن التشو بودي تشو وجاب لك اياها، هاي الحواشي او الحواف هاي نصيح لها احنا المارجنز اوف ذا تيومر. هذه المارجن تاخذ من عندها بيسز اند يو اكزامنت تشوف التيومر واصل لها، السيرجن قدر يشيل كل التيومر لو لا، واذا مشيول او كل التيومر ايش قد يبعد التيومر عن هاي المارجن. هذه كلش مهمه للانكولوجيست وللسيرجن. مثلا بالسوفت تشو ساركوما اذا المارجن ستاتس positive treatment decision يتحول يسوي له surgical re-excision and radiotherapy. surgical re-excision او مرات يسوون radiotherapy اذا ما قدروا يسوون surgical re-excision، يعني راح يرجع مره ثانيه يفتح ويسوي re-excise المارجن ينظفه ويرجع مره ثانيه يسوي له radiotherapy. بالبريست كونزرفاتيف سيرجري، بالبريست كونزرفاتيف سيرجري ات از اولسو فيري امبورتنت. ليش بالبريست كونزرفاتيف سيرجري؟ لانه هسه ناودي بعد البريست كانسر ما يسوي له ماستكتوم، خصوصا دولي الليمف نود مالتهم اللي تيز نوت انفولف، يسوي له بريست كونزرفاتيف سيرجري، يعني they remove only the mass with a safe margin. الماس لازم يشيلوها with a safe margin. فبهذه لازم you should mention ال how many يعني سنتيمترز او how many millimeters هذا التيومر بعيد عن المارجن، لانه اذا مثلا ما يعني هسه ناو نيو جايد لاين يقول لك اذا التيومر نوت ان ذا مارجن مو كلش، يعني حتى لو 2 ملم هذا يعتبر سيف، لكن اذا كارسينوما انسايتو اقل من 2 ملم عن المارجن هاي لا تعتبر ان سيف، فلازم يرجع يسوي لك ري اكسجين، يسوي ري اكسجين.
بالهيد اند نيك كانسر بوزيتيف اند كلوز مارجن اولسو انديكيت ذا نيد فور ادجوفنت كيموثيرابي راديوثيرابي. ومثل ما قلت لكم الكانسر نحتاج sometimes الفري مارجنز ان سنتيمترز از ان ميلانوما اتس فيري امبورتنت انه تو منشن انه ان مليمتر او ان سنتيمتر يعني شود ديترماين او تكتب المارجن بال يعني بالمليمترز. الليمف نود انفلتريشن كلكم تعرفون الليمف نود اتس فيري امبورتنت بارت اوف ذا سيرجيكال specimen or the surgical specimen إذا infiltrated or not. يعني بالcolonic carcinoma راح ترفع الستيج إذا من stage 2 إلى 3 إذا lymph node involved وتحتاج using of adjuvant chemotherapy. مثلا number of lymph node أيضا كلش مهم مو بس it is involved or not وإنما number. مثلا بالbreast cancer N1 less than 5 lymph node involved and 2 5 to 10 and 3 more than 10 lymph node involved also will guide the treatment plan. يعني ابو ال N1 مو مثل ال N2 ولا مثل ال N3 التريتمنت مالته حسب عدد الليمف نود اللي تطلع عندك. اعتقد هذا هو الاشياء المهمه المسج اللي يعني ايدكم تخلوها ببالكم انه انت as a doctor in the future ان شاء الله you should deal with a pathology report as a document. If you are an oncologist لازم انت ايضا كoncologist you have a checklist. هذا الشيء ما مذكور هذا الشيء ما مذكور you should يعني يصير عندك نوع من التعاون ويا الباثولوجي so that you can make a standard pathological report. So the method of writing pathological report should be standardized. كل العالم عندنا احنا checklist ونمشي عليها حتى ما نفقد اي معلومة to facilitate the information transmission between pathologists and oncologists and which will optimize a patient care. This could be achieved by using the or by following the CAB protocol or CAB guidelines اللي قلت لكم عليه هو College of American Pathologists واكو هسه Royal College of America of Pathologists ايضا منزلين الجايدلاين مالتهم. الانكولوجيست should be trained to how on how to interpret the pathology reports يعني interpret the pathology report يعني ما معقوله انه الانكولوج يعني what you mean by this مثلا انا كاتبه فد جمله معينه مثلا الانكولوجيست يابا هذا شنو معناه لا هي should be trained انه يقرا الباثولوجي ريبورت ويعرف من انا اكتب هاي المعلومه شنو اقصد بها يعني من دا اقول له كارسينوما انسايتو اوف ذا بريست less than 2 مليمتر او 1 مليمتر اوف ذا سيرجيكال مارجنز من يشوفها اقل من 1 مليمتر من سيرجيكال مارجنز هذه معناتها ات نيد ري اكسجن يعني ماكو داعي اني اكتب اقول له يابا هاي ترى معناتها بوزيتيف سيرجيكال مارجن فور كارسينوما انسايتو اوكي او من اكتب السيرجيكال مارجنز فور انفيزيف داكتال كارسينوما از 3 مليمتر ماكو داعي اكتب نيجاتيف اي ام جاست رايتنج وات اي سي يعني هذا دا اشوفه 3 مليمتر فانت عندك بروتوكول المفروض تعرف انه ال 3 مليمتر سيف فور انفيزيف ال 1 مليمتر نوت سيف فور داكتال كارسينوما وهكذا. اند ثانك يو فيري ماتش فور يور لسننج. اكو سؤال طلاب طلاب واضحة المحاضرة؟